ما تدخن يا بيه. لا متشكر ما بدخنش. مليح. اسمك ايه؟ من هنا؟ انا يا اخوي. اه اسمي رفاع الطحطاو. هاشم الرشيدي بينكر نفسه يا رجاله. ومين من كلاب الرشايدة يقدر يقول اسمه قدامك يا جابر؟ قول له انزل من العربية. قول له انزل. 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 انزلي. قول لي حامل وبتتألم وانا دكتور. دكتور؟ رايح كفر الجبل تعمل ايه يا دكتور؟ كفر الجبل بلدي. اسمك ايه؟ الدكتور سامي العدوي. وصل الركاب. ست حامل وتعبانه. اركبوا. استنى انت. ليه يا اخوي؟ استنى. كيفك يا هاشم؟ والله اشتقت لك كتير. الحكومة سايباهم دول المطاريب، محدش قدر يقف قدامهم. عايشين في الجبل وسط الوحوش والدياب. ده كبرهم الملتم يبقى جابر الديب، محدش قدر يشوف وشه، ويقولوا اللي يشوف وشه ينقتل في الحال، واللي بينه وبين الرشايدة يتفتلوا بلاد. وايه اللي بينه وبين الرشايدة؟ زي ما تقول كده، بين المطاريب والرشايدة يا قلبي لا تحزن. والمطاريد نزينا وهم اسياد الجبل. طب والاهالي موقفهم ايه؟ والله الاهالي عايشين بالنارين، نار اسيادهم اللي فوق ونار اسيادهم اللي تحت. وصلنا كفر الجبل يا رجالة، الحمد لله على السلامة.
شكرا. بقولك ايه يا ريس؟ نعمين. ما تعرفش فين بيت العدوي؟ انتهى وادي الوكيه يا دكتور، الرشايد اخدوا خبر، بعد شويه البلد هتبقى دمره من جهنم. اباي اباي انت مين؟ انا سامي العدوي دكتور. مفيش مواصلات نازله مصر دلوقتي، روح نام والصبح سافر. انا لسه واصل حالا من مصر. تعمل ايه في كفر الجبل؟ هفتح عيادة ان شاء الله. وناوي تعيش فين؟ في بيت ابويا. طبعا هبعت معاك عسكري يوصلك بعد ما تشرب الشاي. بس انا ما اعرفش البيت. هو بيت مهجور من زمان في اطراف البلد. بيت العدوي. تعرفه؟ ولا عمري سمعت عنه. مين ده اللي هيفتح بيت العدوي؟ سيبك منه. مين اللي لو يفتح علينا فتحة ويبندل المواجع؟ ده راجل عجوز وبيخرف. ممكن اشوفه؟ اتفضل. انت ابن العدوي؟ ايوه. اسمك سامي وبقول دكتور. انت عرفت اسمي ازاي؟ بقول لك ايه؟ هو صحيح الحكومه في مصر لغت التعريف؟ حبسه ليه؟ زي ما انت شايف متسول ومدمن افيون. ده انا بعمل فيه جميل، بنايمه هنا بدل ما ينام في الشارع. قاعدين يكفيكوا شر الجايين. مساء الخير يا محمود بيه. خبر ايه؟ عايزك في كلمة. Thank you.
الضابط بيقول لك لو احتجت اي حاجه احنا في الخدمه. متشكرين يا حضرتك. السلام عليكم. مع الف سلام. الجبر بده يزبعني. فوتوا قدامي. يا غزية خدامتك يا سيد الرجالة. فضلت خيرك حاجات من السوق واخبار من البلد. هاشم الرشايدي من ساعة ما رجعت العلقة وهو متربط. وايه بقية الاخبار؟ الرشايدة فضوا مطرحين في حوش البيت. واحد مالوه كسب وكماوي والتاني مالوه علف يكفوا مديرية. بيقولوا في دكتور جديد نزل البلد. ايوه صح. ده فتح بيت العدوي وبيضه وبدل ما كان مليان عجارب وتعابين بقى يشفي في العليل. واهل البلد مبسوطين من اكديها عاد قوي. ايه اللي خلاها يختار بلدنا من دون الصعيد كلها؟ صح. ما هي برضه تبقى بلده. بلا ناس بتطفش في الصعيد. يقول هو يجيبها برجليه؟ والله مجيته دي فيها اني. صح يا اخوي صح. قصدك ان الدكتور مبايت على نيه؟ نيه صادق. صح يا اخوي. فين المويه يا ولد؟ احنا كنا دخلنا جوه ضميره واطلعنا عليه. بكره الايام هتكشف على المستور. لسه هنستنى الايام. بقول ايه؟ اجري عليه واطخه على طول. الدجع ما بانش منه اي شيء راضي وشكله يطمن. انا مش عارف انتوا قلقانين منه كده ليه. عندك شكله يا جميله. شفتيه فين؟ ومات. جميلة شافته في الطريق وما ظهرش منه غير كل آدم. رايحة فين؟ شبعت يا بابا. ما كلتيش كشك؟ ملهاش نفس تاكل. زهقت من قعدتها في البلد. عايزة تقضي المسامحة في اسكندرية. ادي اللي خدناه من الجامعة. بكرة الدنيا مش هتسعك لما تشوفها دكتور. عقبال جميلة ما تتخرج من الطب هيكون الدكتور سامي كوش على عيانين البلد كله. صح. ساعتها اجري عليه واطخه وبنت اخوي تاخد عيادته. كفايانا من القعده والمطاريد لان سبق بالشر ونعديه. الولد ده من بكره هيكون لي تصرف تاني معاه. ناولي لي الكشك. يا اهل البلد الدكتور سامي فتح عياده في البلد وكتب فيها شفاء. يا اهل البلد الدكتور سامي فتح عياده في البلد وكان فيها شفاء. يا اهل البلد الدكتور سامي فتح عياده في البلد وكان فيها شفاء ودفعت فيها حد. يا اهل البلد الدكتور سامي فتح عياده في البلد.
ما تتعبش نفسك يا دكتور، اهل البلد ما بيعرفوش يجروا. شيل اليافطه، هيجي يوم ويعرفوا يقروا. طب باي، وهتستنى هناك لغايه ما يتعلموا يجرم؟ مش هستنى كتير، اليوم ده جاي قريب ان شاء الله. والله خلاص زهقتوا مني. وده معقول نزعج منك؟ ده انت منور البلد. منوره باهلها. عارف مين اللي بيكلمك دلوقتي؟ اتشرف، انا محمود الرشيدي. اهلا وسهلا. وانا سامي ابن العدوي الله يرحمه. انت كنت تعرف والدي؟ كان باش كاتب الجمعية الزراعية، راجل كان يتحط على الجرح يطيب. اتفضل. وتشكر. انا طالب منك خدمة. عمر، انا عاوز تجيب لي راجل تثق فيه يشتغل معايا تمرجي. انا هعلمه شغلانة التمرجي، بس شرط يكون امين. وش معنى انا اللي بتطلب مني بالذات طلب زي ده؟ بصراحة انا ارتحت لك، خصوصا انك كنت تعرف والدي الله يرحمه. عز المعرفة. انا اسف اذا كنت بتقل عليك. يا دكتور انت تؤمر. استاذن يا بقى. مع الف سلامة. شرفت. يا دكتور انا مستنظرك بكرة في البيت. خير؟ عايز اعمل معك واجب. اتفضل يا دكتور. متشكر. عجبك الوكل الفرنجي ده يا دكتور؟ يسلم ايدينا اللي عمله. ايوه، ما انت بتشرب قهوه فرنجي برضو. اسمها نسكافيه يا بابا. صح، ساتنا فوق. ايوه، ما هي جميله دكتوره برضو. صحيح. ايوه، في سنه ثالثه. طب عظيم. دكتور مش هتفتكر حاجه من البلد عاد. أباي هيفتكر ايه ولا ايه؟ ده امه سابت البلد وهي شايلها على يدها، وكان عيل صغير عمره سنتين، مش كده يا اخوي؟ امك ما قالتلكش حاجه عن موت ابوك؟ حكيت لي طبعا. قالت لك ايه؟ قالت لي انه مات في حادثه. وهي ما جاتش معاك ليه؟ والله نفسي اشوفها. يديك طول العمر يا حاج، والدتي توفت. الباقي في حياتك. متشكر. يعني انت مقطوع من شجره. اخويا الكبير ماله؟ هو فين؟ بتشوفه؟ مفيش حد في الدنيا حب اخوه قدي، مع اني عمري ما شفته. عاش طول عمره في الكويت، كانت جواباته هي الشيء الوحيد اللي بربطني بيه. كنت اراها كانها جوابات غراميه، من كتر ما قريتها حفظتها. بعت له قلت له نفسي اشوفك، قال لي لما تبقى دكتور هتشوفني. كان كله امل اني ابقى دكتور. اول حاجه عملتها لما اتخرجت بعت ابشره، وقعدت مستني وصوله، مستنيه يوفي بوعده. لكن للاسف جاني خبر موته. انطخ. ربنا رحمه يا اخوي. حتى ما عرفتش اعمل له جنازه ولا اخد فيه العزاء. شفت كيف قاعد يبص في وشوشنا ويقول ان ابوه مات في حادثه؟ يا راجل احسن الظن بيه، امه كانت ست عاقله وخبت عنه. لو خبت امه عنه اخوه ما يخبيش. اخوه الاخر عاقل. اخوه سماوي هرب من السجن وسافر على بره. والله خبر موته نزل على قلبي ما يسجعه. هو شاب مليح وزين، صعب على جميلة لما عرفت انه وحداني. جميلة درينا بالدور؟ وش دراها، هي مشغولة بمذاكرتها وجامعتها. امانة عليك، خلي قلبك يصفاله. المثل بيقول حرص من صاحبك ولا تخونه. والمثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. قصدك ايه؟ عشان لا قدر الله لو مكتوب له يعرف الحقيقة يبقى يعرفها وهو مناسبك وانت جد ولاده. جوزتيه البنت وخلف منها كمان؟ قطيعة تقطع النسوان وشورتها.
صباح الخير. صباح النور. على فين بدري كده؟ تحب تتفسح معايا؟ أوي. تعرف ان ليله امبارح اول ليله انام فيها وانا فرحانه؟ هي سهره كانت بسيطه بس حسيت ساعتها ان انا انسانه. ما تتصورش الملل اللي انا عايشاه في البلد دي. الناس هنا بتنام من المغرب زي الفراخ. لا ده كان زمان، لكن دلوقتي اكيد الحال اتغير لما دخلت الكهرباء. دخلت الكهرباء والناس برضو بتنام من المغرب. انت ناسي المطاريد؟ انا مندهش، مفيش حد قادر يوقف المطاريد عند حدهم. البوليس بيعمل ايه؟ انا قابلت ضابط النقطه، شكله مش ناوي يعمل حاجه. هنا مفيش حاجه بتتعمل، حتى الساعات ما بتمشيش. بص كده على عقرب الثواني هتلاقيه ماشي بتلكع. الحاجه الوحيده اللي بتتعمل هنا الخلفه. الناس هنا بقى بيخلفوا حلوه قوي. وانت ما فكرتيش تساعديهم؟ اساعد مين؟ اهل بلدك. لو فكرتي تعملي شيء يفيدهم بالتاكيد ساعتها مش هتحسي بالملل، وهيبقى لحياتك هدف. انا عندي هدف، لما اتخرج ان شاء الله بابا هيفتح لي عيادة في باب اللوق، ساعتها ممكن أكون دكتورة مشهورة. هو باب اللوق ناقص دكاترة؟ أهل بلدك أولى برعايتك. كلامك ده جميل، بس أنا للأسف مش متفقة معاك. أنا بقى عكسك تمام. يا بوي مش فلينا إلا الله. اجيب لك شويه ميه يا اخوي؟ لا كابوس ونزاح. في شيء شغل قلبك وراقد على صدرك؟ واكل كبد الديب وقلبه، ما تخلكش الشاي اللي يخوفني. رايح فين يا ابو رجال؟ عشان لو رجاله صحيوا سالوني عليك يا اخوي. راجع قبل ما ينهضوا. لك في وقت صعب من حقك ما تقابلنيش. انا عمري ما قفلت بابي في وش مريض. اتفضل. يا دكتور انت بتشتكي من القلب؟ من الهم اللي فوق القلب. ولا يهمك، خير ان شاء الله. اتفضل هنا لو سمحت. لا انت نبضك سليم وقلبك زي الحديد، بس انت موهوم شوية. اتفضل. الله يريح قلبك يا دكتور. اقبل مني دول. ايه دول؟ اتعابك. بس ده كتير، ده كتير قوي. مش كتير عليك،
لمقامك عندي. لا بس انا ما عملتش حاجة علشان استاهل ده كله. انا ليه طلب عندك، لو حققته هخرج من عندك مجبور الخاطر. أمر ابعد عن الرشايدة. انت نظيف القلب واليد، وهم ناس وسخ وعفاشة، يكفى تسلم على نفر منهم عشان يسيب في يدك اثر من وساخته. ورحمة اخويا، لولا انك في بيتي انا كنت رديت عليك الرد اللي تستحقه. يعلم الله اني صادق في كل اللي قلته. انت مين؟ يا ريت تعفيني من السؤال ده. علشان اصدقك لازم اعرف انت مين. اوزن الكلام بصرف النظر على اللي جايله. بعد اذنك يا دكتور سامي. ما دمت عارف اسمي لازم اعرف اسمك. اسمي عابر سبيل. اتفضل يا دكتور. اوعي يا ستي، اوعي اوعي. اتفضل يا دكتور. بنتي اللي ماليش غيرها، الحقنا يا دكتور. ابوس ايدك. الحقنا يا دكتور. طمني هنا. طمني يا ستي ان شاء الله. اتفضلي بره وقولي لي شويه ميه لو سمحت. قلت لك حاجه ساعه. فين الدكتور؟ اتفضلي. انا جبت العربيه عشان ننقلها المستشفى في البنطا. مش هتستحمل الطريق، انا هضطر اولدها هنا، وانت ممكن تساعديني؟ البركة فيك. انتوا ليكوا اعداء في البلد؟ المطاريت. مفيش اعداء غيرهم؟ ناس بتكرهكم مثلا؟ معرفش، بتسأل ليه؟ عاوز اعرف كل حاجة عنك. ليه؟ اصل اول ما جيت البلد حسيت اني هلاقي فيها نفسي. ولقيتها؟ لقيتك وحبيتك. وانتي؟ انا مستغربة قوي، بتفتحني بحبك بكلام عن الكره والعداوة. اعذريني، اصل في حد حذرني من الرشايدة، وانا يهمني اعرف حقيقة نسايبي. لو بتحبني بجد ما يهمكش كلام اي حد تسمعه من برا. أنا آسف، هشوفك تاني؟ هفكر. Thank you.
انا احد الضابط. تفضل. فضلك يا سلمى. اهلا بالحكومه. اهلا. مبروك يا هشام. اهلا اهلا. اتفضل يا اخوي. اهلا يا عمر. مبروك. اهلا فيك. اهلا فيك. اتفضل يا عمر. مبروك يا رجاله. اهلا فيك. رشيدي يا رشيدي. ده ايه اللي جابك وشكلك العفش ده؟ انت فين يا رشيدي؟ واي انت لسه عايش؟ يعني جاي عشان اخد معطاك من الراس. دي اللي قدفت عليها؟ انت متقطع من لحمك؟ انت ايش حال ما كنتش بتزرعه؟ خش جوه. فين يا ولد؟ على الشرس على التبين. ايه؟ لفيني بالشوم يا اخوي. لفيني البندقية يا ولد. ولد هدوء. يلا يا هاشم. Thank you.
انت زمان سالتني عن اسمي وديني بجاوبك. انا جابر، جابر الديب كبير المطاريد. انت الوحيد اللي شفت وشه من غير نتام، وحنسيبك تعيش. انت اللي حرقت مخزن الرشايده. ده كذب وكماوي سرقوه من الجمعيه، سرقوا حق الفلاحين لاجل ما يخزنوه وبيعوه في السوق السوداء. انا سايب اشراف البلد، وانا لا يمكن اعالجك. اعالجك ليه؟ عشان تنزل تحرق الرشايده وغيرهم من تاني. شوف شغلك يا دكتور، وحقك هتاخده بطاق طاقين. عشان كده سبتلي مبلغ كبير، عاوزني ابقى الدكتور الخصوصي بتاعكم. فلوسكم تحت في العياده، انزلوا خدوها. انا ما بعالجش مجرمين. تعاجبك تشفي المريض مش تحاكم. انت دكتور مش قاضي. لا انا دكتور وقاضي. لو قاضي عادل بحق تخمد الرشايده بيدك. ايه اللي بينك وبينهم؟ دم دواء الجرح يا طبيب. العيار داخل قرب العظم بيوجع وجع ما يستحمله جبل. انا ما اقدرش اخرج الرصاص، انا ما عنديش بنج. بلاهي البنج مش هتستحمل الالم. مستحيل اتالم من يدك. جميلك فوق الراس يا دكتور. هديك بقيت كويس، ممكن امشي يا دكتور؟ عندي لك نصيحة أمانة ما تهملها، سيب البلد وارحل. مع السلامة يا دكتور. معاك حقة الأرض ولا لا؟ معايا. والخيط؟ أه. اقعدي. هسلفك، عايزة كام؟ 500. عدهم لك 400 بس. لا يبقى لي 100. هاخدهم فايض للدين. لا هتطلعهم بالفايز؟ ما عنديش فلوس. هات وخلصني. هات ايدك. خدي الجريمة دي. بس انا ما اقدرش اشتري. ليه؟ ما عجبكش؟ صنفي كويس، لكن انا ما اقدرش اخرج بيه من البلد. تقدروا انتوا؟ وما نقدرش ليه؟ المطاريد
ناسيين عملوا ايه السنة اللي فاتت؟ نهبوا الحمولة كلها. السنة دي حاجة تانية يا اخوي، جابر مرمي في الجبل ما يقدرش يتحرك عاد. مدام كده هاتلي الافيون مصر وقبضك تمنه لما يوصلني. مبروك هاشم هيبقى اب. تمشي على الدهب ده وتبعدي عن هاشم اسبوعين. خاف يتجوز علي. طبعا اذنك يا سامي انا اروح ابلغ عني هاشم. لا جميل انا هقول. عقبالك. هاشم يا هاشم هتبقى قرب يا هاشم. ايه يعني؟ انا يهمني. خش خش جوه بالواد اللي بط. خش هتتخش. مضطرين نرفي خبر موته عشان كلنا ما نروحش في حديد. ارسموا الضحك على وشوشكم واكتموا الحزن في قلوبكم واطمنوا دم هاشم مش هيروح هدر. حاجيلك. اتفضل اتفضل. خطوة عزيزة يا حضرة الظابط. اهلا يا سليمان. ابن حلال ده انا كنت جاي لك في بلاغ في مين؟ بلاغ سرقوا عربيتي يا حضرة الظابط. عربيتك لو مليانة افيون. يبقى اللي سرقها سرقها عشان ينجل فيها الافيون. فين هاشم؟ هاشم سافر امبارح بالبيجو. طب انا عايز اسال مراته شويه اسئله. تسال حريم يا احد الضابط. انا بعمل تحريات في قضيه افيون يا رشيدي.
المطاريد سابوا الافيون في العربيه. يبقى المطاريد هم اللي سرقوا العربيه عشان ينقلوا فيها الافيون. تحريات بتقول ان قاسم كان سايق العربيه والمطاريد قتلوه. فالله ولا فالك يا حظ الظابط. ده هاشم لسه مكلمنا بالتلفون من اسكندريه. هاشم فين؟ اسكندريه. وهيجي امتى؟ مش هيجي، هياخد المركب ويسافر بلاد بار. الحاجات دي تخص هاشم، عايزك تستلميها. الحاجات دي كانت في العربية. اللي سرق العربية سرقها باللي فيها يا حاج الظابط. بص لها كويس، مش هي دي حاجته؟ الست تعبانة يا حظ الظابط، سهرانة طول الليل تحضر فرح جميلة، دخلتها الخميس الجاي عقبال عندك. وهتعملوا الفرح من غير عمال هاشم ما يحضروا؟ شغله أهم من فرح. على رأيك الشغل أهم، أروح أنا بقى أشوف شغلي. مع السلامة. وحضرتك أول المعازيم طبعاً. إن شاء الله. انسان لو خيروني بينك وبين اهلي هختارك انت. انا شارياك يا سامي. لو حبيت تبلغ البوليس انا هقول كل اللي اعرفه. انا مش هبلغ عنكم، انا ماليش دعوه بالرشايده، حتى المطاريد حذروني منكم. انا من طريق والرشايده من طريق. سامي انت هتتجوزني، انا مش هتتجوز اهلي. انا اسف يا جميله. لو سبتني بتاكد التهمه على بابا. السامي مين عارف، يمكن لما نتجوز والمسألة تعدي على خير بابا يحس ان ربنا سترها معايا ويكون ده درس ليه، يبطل العمل اللي بيعملها. صدقني يا سامي، سواء اخترت انك تتجوزني او تسيبني فانا بحبك مهما كان اختيارك، هفضل احبك. ايدك يا استاذ، ايدك يا استاذ. قول معايا، قبلت زواجها؟ قبلت زواجها. على سنة الله ورسوله؟ على سنة الله ورسوله. وعلى مذهب الامام ابي حنيفة النعمان؟ وعلى مذهب الامام ابي حنيفة النعمان.
بلد جايه تنظام حتى في ليله الفرح وتيجي تعكنانوا على ايه؟ معلش يا حبيبتي انا هروح العياده اخد الشنطه واروح للمريض. انا اسف. مرضك اتجوزت بنتهم جابر؟ اتجوز ما اتجوزش، انت مالك ومالي؟ قلبي عليك. ليه؟ اخويا؟ ابويا؟ خلفتني ونسيتني؟ انت عاوز مني ايه؟ عايزك تبقى في الصح، عايزك تبقى راجل كامل مكمل. لما قلت لك على الرشايد ما صدقتنيش، وديك شفت بعينيك اجرامهم ودناوة انفسهم بعد كده راح تتجوز بنتهم. انا خلاص قرفت من البلد دي ومن اللي فيها. انا هطفى شهق، هاخد مراتي واروح مكان بعيد مفهوش لا مطاريد ولا رشايده. الرشايده اعدائك، اقتلهم احرقهم. انا مالي؟ مالك ونص، مالك وطارك واهلك. رشايده قتل ابوك. جابر ما تدخلنيش بينك وبين الرشايده، ما تستخدمنيش سلاح ضدهم. اللي بينك وبين الرشايدة انا انت اللي بيني وبين الرشايدة دم ابوك. انا شفتك وانت ابن سنتين تبكي، امك شايلاك على يدها بتهرب بيك من البلد بالليل، نزلت بيك مصر يا سامي لاجل ما تحميك منهم وتعرف تربيك. ليه؟ ليه؟ قتل ابوك، عايزين يقتلوك انت وامك كمان، طفش اخوك الكبير من البلد وموتوه في الغربه من غير ما تعرفوا بعض ولا حتى تشوفوا بعض. جابر ما تلعبش بيا. معاش اللي يلعب بيك يا سامي. الله في سماه لا حيمس شعره من راسك لكن ذابحه. انت سايب الفرح وبتعمل ايه؟ اصلي كنت ناسي حاجه. انا كنت رايح الفرح لقيت النور منور، قلت اخدك معاك. انت عندك ضيوف هنا ولا ايه؟ لا لا ابدا، انا جاي معاك. اتفضل. هم انا سايبك جايبين فرقه ولا فرح سكتي؟ أنا عرفت الحقيقة يا رشيدي. حقيقة؟ حقيقة إيه؟ هي حقيقة واحدة مفيش غيرها. بينا على مكان نبقى فيه لوحدينا. قتلت ابويا ليه؟ انا؟ حاشا لله. داود اذا تصدق ان انا عامل عمل زي ده، انا اصدق انك تعمل اي حاجه. ده ابوك كان دراع اليمين، ده انا اللي شغلته في الجمعيه. قتلته ليه؟ انت؟ انا ما قتلتش ابوك يا ولد، اللي قتل ابوك هرب واتحكم عليه بالاعدام غيابي. انت اللي هربته؟ انا؟
حول ولا قوة إلا بالله. ده أنا ياما دورت عليه. كان نفسي ألاقيه علشان ألف حوالين رقبته حبل المشنقة بيدي. ومين اللي قتله؟ هو مات وانت اللي جبت لي خبر موته. ما تلفش وتدور يا رشيدي، انا متاكد ان انت القاتل. لو تقول لي مين اللي قال لك تريحني. عمرك ما هتشوف الراحه بعد النهارده. طب قال لك ايه بالظبط؟ قتلت ابويا، يتمتني، موت امي بحصرتها، حرمتني من اخويا اللي مات في الغربه حتى من غير ما اشوفه. اخوك ما كانش يقدر يرجع مصر بسببك. خايف من اجرامك. خايف من الموت؟ كنت هتقتله هو الاخر. كنت هسلمه للمشنقه ونفذ فيه حكم القاضي. اخويا؟ اخوك هو القاتل، قتل ابوك وهرب من المحكمه وسافر على بره. اخلص! اخويا اشرف منك ومن عيلتك ومن ناسك. لو كنت سبته على لسانك تاني انا هقتلك. اقتلني، انا راجل كبير شبعت من الدنيا ومش باكي عليه. لكن هتقتل بريء ملوش ذنب. حرام تروح في حديد وانت لسه صغار، ما دخلتش دنيا. ملعون دي دنيا بدل فيها امثالك. اخوك القاتل وعندي الدليل. لا، انا اخويا ما يقتلش. انت اللي تقتل لانك خسيس ومجرم. انا استحملت اجرامك عشان خاطر بنتك، لكن ملعون الحب اللي على حساب رجولتي. ملعون الحب اللي على حساب دم ابويا. انا بريء من دم ابوك. انا دفنته بجدي، محدش حزن عليه بجدي، حتى الجرايد كتبت عنه. اتفضل. يبقى اخوك. وايه اللي يخلي ابني يقتل ابوه؟ اخوك طول عمره طماع جشع، بيع ابوك حته ارض كان يملكها وصرف فلوسها على الغوازي واشترى بندقه وقعد يتمخطر بيها في البلد. ابوك فشل في اصلاحه، وفي الليله المشؤومه ابوك دخل الجمعيه لقاه بيسرقها. قال له بتعمل كده ليه يا ابني؟ راح طخه. Thank you.
العروس لما قال مقتل الانسان في اللسان، حياته مماته سعادته وشباب توقفين على كلمة ينطق بيها لسانه. هي اللي خلاني نروح لبصر حرست طول عمري خبيه عنه. روح دلوقتي حكون السبب في العذاب اللي حيشوفه. عملت راجل كان خلي البال زي الطفل. رميت نفسي في النار عشان ينجح هو ويبقى راجل محترم. انت عملت اللي عليك، جيت دور هو يتحمل مسؤوليه نفسه. والله لو بقى عنده 100 سنه هيفضل في عين طفل صغير. وامتى هنبص لحالنا؟ عمر الضابط طلب مدد من المديريه وناوي يضرب ضربته. يا ترى يا دكتور انت ناوي على ايه؟ ما تنسى الكفر باللي فيه. الرشايده بطلوا يزرعوا مخدرات والقرش في ايديهم نشف. ما تيجي نرحل، الجبل واسع وندور على حته يكون فيها القرش بيجري. ارحل، عايزين اعيش عيش غدر. عيش المطريد. مراتك يا سامي، ما يهمنيش اي حاجه في الدنيا غير اني اكون جنبك. يلا ابني حياتنا في مكان تاني غير هنا. ده كان رايي في اول الليل. ودلوقتي دلوقتي انا محتار بدور على الحقيقه، والحقيقه مره ادفع ثمنها غالي. أنا جيت البلد دي وحلمت إن أحقق حاجات كتير، لكن كل أحلامي اتحطمت على صخور الجبل اللعين ده. أمان! أمان! أنا مات مرتين، مرة زمان لما رشيد طخه، والتانية دلوك لما حاولت تمد يدك عليا وظنيت إن أنا القاتل. رشيد وراني الدليل وصدقته. طب ليه نكرت نفسك مني؟ ليه استخبيت عني الفترة الطويلة دي؟ لأجل ما يبقى توبك نظيف. توبك نظيف. بخلي واحد صاحبي من الكويت يبعت لي الجوابات على إنها مني، لاجل ما تحملش ذنب اخ عايش مع المطريف. انت لكرت نفسك مني علشان عامله سودة ما عملهاش الا مجرم قلبه اسود. هذه كل اللي عملتهولك يا سامي، يا دكتور سامي، تقول عليا يا قلب اسود بعد ما خليتك راجل ومتعلم تبحر نفسي من لقمه عشان احطها في خشمك، تقول عليا يا مجرم. انا خبيت عليك لاجل ما تعيش سعيد. كان نفسي اشوفك متعلم واتباهى بيك وسط الخلق كلها. طب والقاضي وحكم المحكمه؟ قلت لك الرشيدي سلك بندقيتي وطخ بيها ابوه ويقتله ليه؟ وقف قصاد الرشيدي ويسرق حسابات الجمعيه الزراعيه. قام الرشيدي لعب لعبته وقتله. وايه الدليل؟ ولا دليل عندي ولا عايزك تصدقني. سامي سامي شيل يدك من الموضوع خالص. سيبنا الرشيدي، احنا الاثنين اموات نعرف خلاصنا. انت حي، انزل الناس
هيش وسطيهم وانفحهم بعلمك. لا انا مش هنزل من هنا لما اعرف الحقيقة. بعد كل اللي قلته لك تقول الحقيقة؟ الرشيد قتل ابوك. تفضل شايل همك لوحدك كده. اتكلم يا سامي، احكيلي، يمكن اقدر اخفف عنك. همي وعذابي وحيرتي حمل تقيل، لكن انكتب عليا اشيله لوحدي. متقولش كده يا سامي، انا مراتك حبيبتك، انا مليش في الدنيا دي غيرك انت. متحسسنيش ان انا بعيد عنك. انت اقرب ليا من نفسي، بس انا تايه بدور على الحقيقه ومش عارف الاقيها. قلت لك نبعد عن هنا، نسيب كل حاجه ونشوف مستقبلنا، اكيد هنبقى سعداء. لا انا مش ضعيف، انا لو مشيت من هنا هبقى بهرب من نفسي ومن حقيقتي، وانا لا يمكن امشي من هنا الا لما اوصل للحقيقه. كلمك ده بيخوفني من الحقيقة اللي انت عاوزها، لكن مادام دي رغبتك انا هفضل جنبك لغاية ما توصل للي انت عاوزه. منك لله يا رشيدي، منك لله، تصلح ارض مني يا رشيدي، منك لله. التفاهم ما يبقاش في الشارع يا حجة. انت تعرف الحياة؟ طلع فلوس بالفايز وتدفع حجة الأرض، روح منك لله. من المجال الدكتور اللي قتلت أبوه، الموضوع ده لو انفتح يبقى مش هنخلص. التمرج شافه بعينيه وهو طالع الجبل، يكون بيعمل اتفاقية ضدنا، يكون حاطط يده في يد المطاريد. اطخه ديت رصاصتين كيف ابوه. رشيدي رشيدي رشيدي، عايز ايه من طرف؟ عايز سلامتك، بقالك اسبوع من سائل عني. خلاص المطاريد اخدوه وبطلنا نزرعه. اديني حتاني، تعبان قوي 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 يا راجل. روح شوفنا القبر الطويل. منك لله يا رشيدي، منك لله يا رشيدي، منك لله، منك لله. وريني بوقك. تفضل. يسلم ايدك يا دكتور. قولي لي يا حاج. ايوه يا ابني. مش فاكر حاجه عن قضيه قتل العدوي ده؟ شيء بقاله زمان من سنين. الرشيدي هو اللي قتله مش كده؟ الرشيدي ظالم، بس الانسان لازم يقول الحق. الرشيدي بريء من دم ابوك. بس انا سمعت الناس بتقول ان الرشيدي قتله ولبس القضيه لاخويا. لا يا ابني، الظلم حرام. فوتك بعافيه يا دكتور. اسمع يا جابر، الصاحب اللي يضر عدم مبين. بيني وبين الدكتور سامي يخصني وحدي. اخوك بلغ عنا وهيج الدنيا علينا. ده مش اخويا بدران، ده ابني. قعدت سنين طويله ربيه لاجل ما اشوفه راجل، حرمت نفسي من كل شيء في الدنيا لاجل ما يصبح دكتور واتباهى بيه قدام الخل واشوف نفسي فيه. جاي النهارده عايزنا اتخلى عنه بالبساطه دي؟ مستحيل مستحيل يا بدران. بكره الحكومه تحاصر الجبل وتصطادنا واحد ورا الثاني.
قصدك ايه يا بدران؟ اياك تكون خايف، احنا ما نخافش حتى من موت، لكن يعز علينا نروح وبلاش من تحت راس عين. مش لاقد عليه مع شيتنا يفارقنا يا بدران. انت قلت طب احنا مفارقينا كلنا، كلم عن نفسك بس. دكتور اللي فين حل باسم يا دكتور؟ طب تعالى معايا. عندك طلبي؟ بس تعالى معايا العياده. عندي طلبك. هات ابوس ايدك. مش قبل ما تجاوب على سؤالي. سؤالي مين اللي قتل العدوي؟ اخوك جابر. يبقى مش هديك حاجه. هي دي الحقيقة. الحقنا معروف. خلي الرشيد يديلك. الرشيدي مفتري، هو اللي علمني كيف وخلاني مدمن. وخلاك شهدت زور وحلفت يمين الله باطل قدام القاضي. غصب عني ناولني كيف. مش قادر. الرشيدي هو اللي قتل ابويا؟ ايوه هو اللي قتل. انا اللي سرقت بندقية اخوك. هات الرشيدي قتل ابوك في الجمعية. هات 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 هات. الرشيدي، محمود الرشيدي هو اللي قتل ابويا. يعني انا متاكد. انا مش فاضي يا سامي، احنا طالعين نقبض على مطريدي. زعيم المطريدي بقى اخويا، اديني فرصه اطلع اقنعه وسلم نفسه. على العموم هنديهم انذار قبل ما نضرب عليهم. اطلع. كل حاجة نهايته هتكون على يدي، مش عايز الليل يمس عليه وهو حي. قول الله يرحمه. فين جوزك يا جميلة؟ ما اعرفش. انت عاوز منه ايه؟ ارجع لبيت ابوك دلوقت. انا ما سيبش بيت جوزي. اعجلي يا جميلة، جوزك ناولنا على الشر. ارجع لبيت ابوك. الشر باين في عينيك انت. انت ناويين تعملوا ايه في سامي؟ لو ناويين تقتلوني بقى قتلوني انا الاول. سامحني
سامحني يا اخويا. صدقتني بريء. انا ظلمتك يا جابر ولازم ارد لك الجميل. ما تقولش جميل يا سامي، انت اخويا، انت ابني. كنت بعد الايام والليالي لاجل ما اشوفك دكتور. كنت بتمنى افضل عايش لاجل ما تحرجش لحد تمد يدك. النهارده انا مطمن عليك، عايزك تبتدي طريقك ابيض نظيف. اما انا في طريقي، انا طريقي عارف نهاية. لا، طريقك هيبقى نظيف، انا هثبت براءتك. جابر سلم نفسك يا جابر، وانا عندي الشهود اللي هيثبتوا براءتك. ما دي الحكم اللي عليا صدق بقاله 15 سنة. مستحيل اسلم نفسي دلوقتي قبل ما انتقم من رشيدي وخلص تاري منه. سبق وقلت لي ابعد عن الرشيدة. انا النهاردة اللي بترجاك، ابعد عنهم يا جابر ارجوك. الايام سبق وبعدت بينا، والايام دلوقتي هي اللي بتجمعنا. جابر انسى الانتقام، الانتقام مش هيرجع اللي فات. خلاص يا جابر. Thank you.
عرفتم يا رشيدي ان جابر العدوي، جابر العدوي اللي قتلت ابوه وشرتني في الجبال مع المطريد بالوك، اللي هاخد بتاري منك. معلش يا سامي، اللي كنت عارف نهايتي. خد مراتك وامشوا، امشوا من غير ما تبص وراكم عشان خاطر انسى الماضي. انساني يا اخويا، انساني خالص. يا مش هتخلى عنك، مش هتخلى عنك ابدا يا جابر.